Family Aviation, واحد لو ريستوران اللي متواجد في سكوير دو لافياسيون بروكسل. وكنتقاسمو لا جيرونس ديالو انا والاخ ديالي. واحد ليتابليسمون 100% فاميليال اللي عنده اون كليونتيل ملتي كولتيغيل ديال كاع في لا بروكسيميتي ديال لي زوتيل هنايا. وان شاء الله بوغ لا كوب دي موند غادي نديرو كاع لي ماتش ديال المغرب سورتو وكاع لي زوتر ماتش وغنديرو سا اون كولابوراسيون افيك البنك الشعبي ان شاء الله. سيفمو حنا بغينا نديرو واحد شي حاجه اللي بان نوريو بان الجاليه المغربيه المقيمه بالديار البلجيكيه انها حاضره ومسانده المنتخب الوطني ان شاء الله في الاقصائيات. وغادي نخدموا ان شاء الله غير مع لا كليونتيل ديالنا واللي جا بغى اللي بغى يجي يجي حتى هو مرحبا به. كنحتموا انه يكون 100% فاميليال يعني الناس والوليدات ديالهم باش كنخلقوا واحد الجو عائلي اللي يقدروا يشوفوا الناس في المباراه وهما مرتاحين مع الوليدات ديالهم ونتقاسموا الفرحه ان شاء الله مع الجو. بغينا نديروا شي حاجه اللي هي عائليه 100% عائليه. كانت عندنا التجربه الاولى في الماتش الاخر ديال الاقصائيات اللي تاهلنا فيه لاكوب دي موند ولقات واحد النجاح اللي هو الحمد لله كبير. بالحق كانت عندنا 100% كو دي فامي والحمد لله وداز داك الشيء على ما يرام وربحنا ونشطنا وفرحنا وكل شيء مشى فرحان. وهذا الشيء هو اللي كنهدفوا ليه هو ان نكون نقدموا واحد الصوره اللي تكون تليق بالجاليه المغربيه المقيمه ببلجيكا ان شاء الله. ان شاء الله غنديروا لا ترانسميسيون ديال كاع لي ماتش ديال لا كوب دي موند. مي بيان سور غادي يكون ديك التاكيد على الماتش ديال المغرب وديال الدول العربيه. غادي نساندوا ان شاء الله الدول العربيه الاشقاء صافي ديغ بوغ كاع لي الجاليات العربيه وبيان سور الدوله اللي حنا مقيمين ديالها واللي حنا كنساندوها لا بلجيك. بيان سور اوني سيبورتير ديال الماروك لا بلجيك ولا تونيزي وليجيبت وبون شونس ا تو الموند. Mais c'est sûr, Inch'Allah. Moi, je voudrais donner d'abord ma pronostic comme la dernière fois pour le match de l'Iran. J'avais gagné le pronostic, j'avais dit 2-0. Inch'Allah, on va gagner 3-0 cette fois. Moubadara Jid, Moubadara Hassan. Il y a des gens qui ont fait le Muntakhab le Watani. Il y a des gens qui ont fait le Muntakhab le Watani. Il y a des gens qui ont بانوراما فاميلي الوغ اسم على مسمى. و كنظن بان المسؤولين على بانوراما راه كيبذلوا جميع كاع الجهد ديالهم كامل باش يوفروا سميتو للمحبين والعشاق واللي غادي يحضروا هنايا واحد الجو عائلي محض زعما مغربي. ديال 11 نوفمبر كانت الفرحه مجموعه المغاربه كلهم هنايا بالطريقه المغربيه الدقه المراكشيه والجماهير والناس يعني كانوا فرحانين والناس كلهم دخلوا في حالهم وفرحانين وعجبهم الحال عجبهم التنظيم اللي نظمنا والانشطه اللي قمنا بها. هذا المطعم هذا كيحاول ما امكن انه يجمع الجاليه المغربيه مطعم بانوراما الموجود في سكوير دو لافياسيون. فوالا انا مغربيه وانا تنشجع ليكيب ماروكان ان شاء الله بالسلامه يربحوا ان شاء الله. الجمعه الجايه ان شاء الله غنجي هنايا للريستورون بانوراما نتفرج في الماتش تاع المغرب مع الايغون ان شاء الله وغيربحوا ان شاء الله. ونقول كاع الناس يجيو هنا في الريستورون بانوراما يتفرجوا في الماتش. هنا الامان وهنا سيكوريزي والعائلات ومرحبا وان شاء الله كل شيء يكون الخير ان شاء الله. Voilà, donc nous avons assisté le match ici au Panorama Aviation Family le 11 novembre. Il y avait une superbe ambiance, vraiment familiale.
avec Dakar Marrakechia. Je pense qu'il y avait aussi vraiment une très 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 belle ambiance ici. Donc nous avons vraiment soutenu l'équipe marocaine. Et donc le vendredi prochain, Inch'Allah, nous allons encore une fois assister ici au même endroit, au Panorama Aviation Family. Donc nous invitons tous toutes les personnes qui souhaiteraient venir en famille, en amis, frères et sœurs, vraiment pour assister à cette nouvelle rencontre entre le Maroc et l'Iran.